يا ابني أكرم زوجتك، صالح زوجتك، ضم زوجتك لصدرك، أعطيها من حنانك، أعطيها من عطفك، أعطيها من حبك. الله يرضى عليك، لا تعاملها بالقسوة يا ابني، لا تعاملها بالقسوة، عاملها بالحنان يا حبيبي. والله زوجتك ما بنقصك الدراهم والأموال والأثاث والبيت والعفش والترتيبات، بنقصى صدرك، بنقصى حنانك، بنقصى الكلمة الطيبة، بنقصى إنك أنت تكون معها، تسايرها، تواسيها، توقف بجانبها، تساعدها، تقول لها الله يعطيك العافية، تقول لها الله يسلم إيديك، بدها كلمة طيبة يا حبيبي. كلنا نحفظ الكلمة الطيبة وصدقة، هاي ما بس لرفيقك ومعلمك بالشغل، هاي لزوجتك يا حبيبي. الله يرضى عليكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي الله يرضى عليك، ارجع غير معاملتك مع زوجتك، ارجع برمج عقلك أحسن بحسن التعامل، هذا واجبنا، هذا ديننا. أنت مسلم، أنت مسلم، الله يرضى عليك. وأتسألوا عنك قالوا عنك ونعم الرجل. دير بالك، ارجع هيك لأصلك، ولا تعامل بالمجاكرة والمعاندة، وروق روق هدا، الله يرضى عليك، وعامل زوجتك بالحسنى. هاي بنت خلق وناس، هاي بنت ناس طيبين أفاضل، أنت اخترتها، والدتك اختارتها، لا تتعامل معها بازدراء. الله يرضى عليك.